والله كريم جواد يعطي من غير سؤال، لكن إذا طرق العبد بابه وتوجه إليه وقصده وجد ربا يعرض على الخلق العطاء. فما من ليلة من ليالي الدنيا إلا ينزل ربنا تبارك وتعالى فيها في ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا العرض الإلهي الرباني الذي يتكرر كل ليلة ينبئ العباد أنهم إلى الله فقراء، وأنهم محتاجون إليه غاية الحاجة، وأنه لا بلاغ لهم في صلاح دينهم ولا بلاغ لهم في صلاح دنياهم إلا بحسن الصلة به جل في علاه.